وأول رسالة معانا النهاردة هي رسالة سلام، وأول رمز معانا النهاردة هو خيمة الاجتماع اللي هنعرف عنها أكتر في الفاصل اللي جاي، ونرجع مرة تانية. خليكم معانا. أثناء توهان الشعب في البرية، خيمة الاجتماع كانت هي المكان اللي بيجتمع فيه الله مع الناس. في عمق الخيمة اتأسس أقدس مكان فيها اللي هو قدس الأقداس، كان فيه تابوت العهد، ومن على غطاء تابوت العهد كان الله بيجتمع بموسى وبيكلمه. أمر الله بإنشاء خيمة ليجتمع فيها مع البشر. في خروج 40 الكتاب بيقول: ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن، لأن سحابة الرب كانت على المسكن نهاراً وكانت فيها نار ليلاً أمام عيون كل بيت إسرائيل في جميع رحلاتهم. في عهد الله القديم اتحطت قاعدة وشرط، وهو إن قدس الأقداس ما يدخلوش غير رئيس الكهنة مرة واحدة بس في السنة. لما بنفكر في خيمة الاجتماع بنفتكر كلية الطهر العذراء مريم اللي صارت مسكن لله. بنقول لها في التسبيحة: القبة التي صنعها موسى على جبل سيناء شبهوك بها يا مريم العذراء التي الله داخلها. العذراء هي قدس الأقداس اللي دخل فيها رئيس الكهنة الأعظم يسوع المسيح مرة واحدة، بتطوبها كل الأجيال لأنها حملت في أحشائها سر الأسرار، أعجب العجايب، الإله أخذ منها النسوتية وأعطاها كرامة للأبد.